إذن ونناقش وإياكم الأسواق العالمية وأبرز التداعيات خاصة على القطاع البنكي. ومعنا السيد أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد. يعني لو لم يتدخل البنك الوطني السويسري في دعم كريدي سويس بقرابة 54 مليار دولار لوجدنا اليوم يتراجع بأكثر من 24%، ولكن هذا الدعم دفع البنك اليوم للافتتاح على مكاسب قوية فاقت 30% قبل أن يعدلها. إلى أي حد تعتقد أنه النهوض بهذا البنك وإنقاذه أنقذ أيضا القطاع البنكي من دومينو الذي بدأنا مع سيليكون فالي بنك؟ صباح الخير رولا، صباح الخير الأخوة المشاهدين. نعم بكل تأكيد بنك كريدي سويس بنك مهم جدا، لأنه في القطاع المصرفي السويسري. سويسرا تشتهر بالقطاع المصرفي، فبالتالي انهيار أحد البنوك في قطاع مصرفي مشهور سوف يكون دلالة مثيرة للجدل، مخاوف أكثر على الأسواق. لكن عند النظر على بنك كريدي سويس، فقبل 5 أشهر كان هناك مشكلة في بنك كريدي سويس، تحديدا في CDS في مقايضة الائتمان. فبالتالي هي ليست مشكلة وليدة اللحظة، لكن قد أخذت مفعولها وقد أخذت حدتها نظرا لوجود عوامل أخرى في الأسواق، مخاوف في القطاع المصرفي بشكل كبير جدا. بنك كريدي سويس قبل 5 أشهر كان قد سجل انهيارات وانخفاضات لسعر السهم من سعر 78 فرنك إلى سعر 3 فرنك. فبالتالي هي ليست مشكلة آنية، ليست مشكلة حديثة، لكن عند النظر إلى الأرقام أو عند النظر إلى البنوك الأخرى سيلفر جيتس، سيليكون فالي، سيجنتشر، في مؤخرا عدد كبير من البنوك قد سجلت فشل مصرفي. لكن عند النظر إلى الأرقام فالإحصاءات قد أفادت 563 بنك في الولايات المتحدة الأمريكية قد سجلت انهيار من عام 2001. فبالتالي هي ليست البنك، هو ليس البنك الأول ولن يكون البنك الأخير. كنت قد ذكرت على تلفزيون CNBC أريبيا في بداية العام بأن تقارير الأرباح بالنسبة للبنوك قد أفادت ببعض المخاوف. زيادة الاحتياطيات في الأموال في عام 2023 قد تعطي دليل واضح على مخاوف البنوك، وكنت قد ذكرت بأن مخاوف البنوك قد تعطي بعض التشاؤم بالنسبة للبنوك، وتحدثت عن نظرية الفات كاتس. بكل تأكيد البنوك وزنها كبير جدا، نظرتها المستقبلية بالنسبة لحالة الاقتصاد مهمة جدا الاطلاع عليها. فبالتالي لم يكن هناك المفاجآت الكبيرة على ما أعتقد في حال انهيار مصرفي آخر في الفترة القادمة نظرا للمخاوف التي قد أوردتها تقارير البنوك في بداية العام. نعم. طيب سيد أحمد، يعني كان متوقع اليوم طبعا في اجتماع البنك المركزي الأوروبي أنه يرفع يعني مستويات الفائدة بحدود 50 نقطة أساس، كما كان متوقع للفدرال الأمريكي بعد أن تكشفت أزمة سيليكون فالي وكل أصابع الاتهام كانت حيال أنه الرفع السريع لأسعار الفائدة. هل تتوقع أن يستمر المركز الأوروبي بما نوى عليه وسيتم الإعلان فعلا عن رفع ب50 نقطة أساس؟ نعم رولا، على ما أعتقد نتفق سويا بأن مخاطرة أحد البنوك أو مخاطرة البنوك قد تكون أيضا سبب، ليست فقط عمليات رفع أسعار الفائدة. لو نظرنا إلى أوروبا على حدة، فاجتماع بكل تأكيد اجتماع بنك أوروبا مهم جدا النظر له، لأنه أول بنك من البنوك الكبرى سوف يجتمع بعد انهيار مصرفي. فبكل تأكيد قد يكون الشرارة الأولى، قد يكون الإشارة الأولى أيضا بالنسبة لتحركات البنوك الأخرى. لكن عند النظر إلى الأرقام الاقتصادية فمنطقة اليورو بكل تأكيد التضخم الرئيسي، مؤشر أسعار المستهلكين أقصد هنا، لا زال مرتفع أعلى من 8%. حتى المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة وفي ظل انخفاضات أسعار الطاقة لا يزال يسجل ارتفاعات، لا بل هو يسجل أرقام قياسية بالنسبة لمنطقة اليورو. فبالتالي لو نظرنا إلى الأرقام الاقتصادية فعلى ما أعتقد هي تحتاج دفع من قبل البنك المركزي الأوروبي. عند النظر أيضا إلى نبرة أعضاء بنك أوروبا تحديدا كريستين لاغارد رئيسة بنك أوروبا، 50 نقطة أساس واردة. فعلى ما أعتقد كتلميح من الـ FDIC في الفترة الماضية بأنها قد دعمت المقرضين أو دعمت المودعين في البنك ولم تنقذ البنك نفسه، فعلى ما أعتقد أنها تميل إلى أن المخاطرة من البنك هي مخاطرة فردية. فعلى ما أعتقد أن بنك أوروبا قد يستمر أو قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة ب 50 نقطة أساس في جلسة اليوم. طيب أحمد، يعني ربما الأكثر هو اجتماع الفدرالي،
والكل كان ينتظر الخمسين نقطة أساس أو حتى الخمسة وعشرين نقطة أساس، لكن كان في احتمالات بأنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة. جيروم باول كان في آخر حديث له كان شرس أو أجريسيف. إلى أي حد توقعاتنا اليوم من الفيدرالي بأنه سيكون بين البينين، على الأقل لن يرفع خمسين نقطة أساس، لن يقوم بالحياد، ولكن سيكون رفع خمسة وعشرين؟ نعم رولا، بين البينين أو متوازن فيدرالي الأمريكي قد يكون هو الرأي على ما أعتقد. نعم، لو نظرنا إلى جيروم باول في الفترة الأخيرة فبكل تأكيد أكدها أن عمليات رفع أسعار الفائدة أو الحدة هي data dependent، معتمدة على الأرقام الاقتصادية. لو نظرنا إلى الأرقام الاقتصادية فهي تدعم عمليات رفع أسعار الفائدة، لكن شهية رفع أسعار الفائدة انتشرت في الفترة الأخيرة بخمسين نقطة أساس. الفشل المصرفي نعم قد أثار الذعر، أثار المخاوف بأن 25 نقطة أساس قد تكون واردة. على ما أعتقد عوائد السندات قد تفسر، قد تعطينا بعض البراهين. عوائد السندات لأجل العامين خمسة أيام متتالية تسجل انخفاضات، هي الانخفاضات الأعمق تحت 4% حاليا بعد أن كانت أعلى 5%، أقل من 4% حاليا. خمسة أيام انخفاضات متتالية هي العدوانية الأكثر هبوطا منذ عام 1987. فبالتالي على ما أعتقد بأن عوائد السندات قد تفصح بأن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة، لكن بشكل أقل مما كانت تميل له الأسواق قبل أسبوع. التيرمينال ريت على ما أعتقد قد انخفض من 5.7% إلى 5.1%. فبالتالي بالنظر إلى عوائد السندات، بالنظر إلى الفيد فانس، على ما أعتقد أن 25 نقطة أساس واردة، حدة أقل من رفع أسعار الفائدة واردة جدا. لكن نبرة الفيدرالي الأمريكي، نبرة جيروم باول بما يريده في الفترة القادمة، بما ينوي له برفع أسعار الفائدة في الدورة القادمة أو في استمرارية الدورة الحالية، هو الأهم في الفترة القادمة. نعم، وأشكرك أحمد عزام، وأنت محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي.